اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، استكمالا لحلقات الريسيرش احنا بالجزء الخاص بالديتا كولكشن اتكلمنا عن الكاينز اوف داتا كوانتيتيف كواليتيف والتايبس برايمري وسكندري، واتكلمنا على انه في فرق بقى من اللحظه دي من المرحله دي ما بين الكايند والتايب كنوع ويتقسم على تو ليفلز، وبعدين المصدر. وكنا بنقول المثال البسيط للمياه، المياه عذبة وملحة، فده نوع. المصدر بحار وأنهار، وبالتالي ده بقى المصدر اللي هلاقي فيه النوع ده. طيب احنا النوع الخاص بالسكندري بلاقي المصادر بتاعته جاهزة. البرايمري ده data collected for your own research design، هلاقي المصدر بتاعها فين؟ لا مش هتلاقي. هي الداتا البرايمري الخاصة مثلا بالكاستمر ساتسفاكشن او بالمرضى هو طالع منهم داتا اوريدي، يعني هو الكاستمر مش مستني انك تروح له عشان ينتج داتا عن الفاريبلز اللي بتجمع منها انت او عنها داتا، هو اوريدي بيطلع رايه في الهواء، بيتبخر يعني، بيقوله للي جنبه وورد اوف ماوث. مثلا المريض تعبان عنده مشكله، الخامه او الماده او المكنه او وات ايفر الكومبوننتس او الفاريبلز بتعمل عنها ريسيرش هي اوريدي بينتج عنها داتا، انما انت اللي هتعمل تبني مصدر خاص بيك. زي كده المثال البسيط للنهر، صعب جدا مباشرة نتعامل مع النهر والبحر، لازم نروح نجمع منه الداتا دي في تهيئة معينة، في استراكشر معين. انت بقى اللي هتبني الاستراكشر ده، بناءك للاستراكشر ده او الهيكل ده او الطريقة او المنظومة دي هي دي اللي اسمها سورس. فدلوقتي الريسيرشر بيقول لنا في منطقة الريسيرش ديزاين ازاي يبني المصدر الخاص بيه عشان يجمع برايمري داتا للريسيرش بتاعه. فالسورسز هنا هتنقسم لنوعين كبار، انا تاني هنا بقول مجمل ومختصر واجمال للمعنى والافكار اللي في عده كتب، فاحنا ما نلتزمش بفكره كتاب معين هنا قد ما هنلاقي الفكره دي مطروحه في اكتر من كتاب. بنقسمها الاول على مستوى السورسز للبرايمري على حاجتين، نوعين كبار او طريقتين كبار. ايه الاولى؟ human و non-human. في مصدر، يعني ايه human و non-human؟ مقصود بيه هنا ان الريسيرشر نفسه هيتعامل مع الريسبوندنت ام لا. انت كريسيرشر هل ناوي تقرر الان في منطقة الريسيرش ديزاين، تاني يا جماعة احنا مش بنجمع داتا، احنا هنا بنكتب ونقرر التصميم اللي هجمع بيه داتا، فهل انت كريسيرشر قررت او عندك قرار تتعامل مع الريسبوندنت ولا لا؟ طب ايه السبب وايه الغرض من ده؟ الحقيقة لو انت اتعاملت معاه هيبقى فيه شيء من التأثير او التأثر، هو هيتأثر بيك وانت هتتأثر بيه وهيحصل تداخل حوالين رأيه في الفاريبلز. ده ممكن يكون مطلوب في وقت او مش مطلوب في وقت. تعالوا نضرب مثال. ايه مثال على النون هيومن؟ يعني الريسيرشر لن يتعامل بشكل مباشر مع الريسبوندنت اللي بيجمع منه داتا. ايه المثال هنا؟ في طريقة بنسميها ان اوبتروسيف او ان اوبتروسيف، لو الخط مش واضح قوي اسمها ان او نون اوبتروسيف. يعني ايه؟ يعني تريسنج ميجر. يعني ايه تريسنج؟ يعني انا بقتفي اثار الريسبوندنت في التعامل مع الفاريبلز اوف ذا ستادي، الفاريبلز الخاصه بالريسيرش ديزاين. فلو انت بتجمع داتا عن استخدام الناس مثلا يعني للموبايلز، فانت عندك فاريبل حوالين الشاشه، الكفر، البرايس، الويت، الكولرز، كل دي فاريبل. طيب هروح اتعامل مع الريسبوندنت اساله رايك فيهم ايه؟ لا، هتسيبه يتعامل مع الفاريبلز وانت هتمشي وراه. طيب يبقى الديزاين الاول ايه؟ ان انا هتريس الميجر. مثال تاني غير الموبايل، استخدامنا للكمبيوترز او استخدامنا مثلا للويب سايتس، يبقى انت قاعد تستخدم الويب سايت، يبقى انا هتريس الميجرز بتاعتك في الويب سايت. طب ايه تاني غير الموبايل والويب سايت؟ استخدامك مثلا للمشروبات، يبقى انا هستهلك مشروب معين كريسبوندنت والريسيرشر هيراقبني في استخدامي للمشروب ده، يراقب بقى ازاي بشربه، بشتريه امتى، عجبني التيست ولا لا، يراقب تعبيرات وشي، يراقب ارائي، يراقب عدد الكانز او عدد الكوبايات المستهلكة، الكميات، الجرامات، وات ايفر بقى. فبالتالي التخيل ان هيبقى عندنا عدد من الفاريبلز انا قلت عليها في الريسيرش ديزاين في الجزء اللي قبل ده على طول، والان اوبتراسيف هي المصدر اللي انت بتاهله او بتهيئه علشان تجمع منه من غير ما تتعامل مع ريسبوندنت. طيب ايه بقى ده المصدر؟
ايه بقى الميثود؟ يبقى هي الميثود يعني الطريقة، يبقى الميثود طريقة، السورس هو المصدر، النوع هو اللي هو التايب برايمري. ايه المصدر؟ احنا اتفقنا المصدر هنا انا وبتراسب. ايه الطريقة الميثود؟ الطريقة اسمها observation، اهي الميثود اللي بالاورنج دي يعني observation. الobservation هتعمل ايه؟ I am observing a tracing measure of a variable of a source of a primary type of a quantitative kind for my data collection طبعا. فبالتالي همشي معاها كده observation method unobtrusive source primary data quantitative kind data collection. ده اللي محتاج تشرحه لنا في منطقة research design وتقول لنا اخترت ده ليه. طبعا تاني ما تنساش الجزء اللي باللبني ده او الازرق الفاتح ده، انت بتستخدمه السكندري انفورميشن بروبلم ديفينيشن، السكندري ساينتفك في الليترتشر ريفيو، انما انت هنا بنتكلم على المنطقه اللي بعد ريسيرش ديزاين. طيب الميثود اوف اوبزرفيشن دي ممكن تتم ازاي؟ ممكن امشي بوراك واحد او ممكن حتى بنسميها اوقات ميستري شوبر، يبقى انت قاعد بتعمل شوبينج في المكان اللي بتشتري فيه الموبايل، بتشتري فيه القهوه، المشروبات، السوفت درينكس بتاعتك. هنمشي واحد بيشتري جنبك ويتفرج على ادائك عامل ازاي في التعامل مع الحاجه. هل يا ترى بتشتري الحاجه بتراجع الاكسبايري ديت؟ هل بتبص على اللوجو كويس؟ هل بتراجع السبيكس؟ هل بتسال على السعر؟ هل بتناقش السعر مع الكاشير مثلا؟ كل ده هنشوفه من خلال ايه بقى؟ التكنيك اللي هي التكنولوجي او الطريقه اللي هنستخدمها عشان نحقق الاوبزرفيشن دي، اسمها تكنيك، اسمها تكنيك، اسمها تكنولوجي، اسمها تول. ممكن نتبادل الاسماء دي، تكنيك او تول. ممكن تبقى بقى ايه؟ ممكن يبقى شخص زي ما بنقول كده، يبقى اللي هو الميستري شوبر، حد بيعمل شوبينج جنبك، او تبقى كاميرا. طب الكاميرا دي مش هتبقى ذكيه بالقدر الكافي، والله خلاص خلي الكاميرا تسجل فقط، وخلي حد يقعد يقرا الحركه اللي على الكاميرا دي ويشاهدها ويقيم ده ويشوف ادائك عامل ازاي مراقبه للفاريبلز دول. او ممكن يبقى فويس. ازاي يعني؟ والله ممكن يبقى صوت مسجل، بس طبعا هنراعي هنا الليجل ايشوز والإيثيكال إيشوز، ولذلك أحيانا تسمع الرسالة اللي بتقول هذه الرسالة مراقبة ومسجلة. لما تبقى في مكان عام نقول ستيكر كده أو لافتة تقول المكان هنا مراقب بالكاميرات. تفتكروا بنراقب علشان سيكيورتي إيشوز فقط، عشان مسائل أمنية ونراعي أمن الناس والشوبرز فقط؟ لا، كمان في جزء منها بيبقى بالدرجة كبيرة ريسيرش عشان نعرف يا ترى البيهيفير بتاع الناس إيه أجينست الطريق، الكوريدورز مثلا، التعامل مع الكاشير، التعامل مع الايجنت، التعامل مع المنتجات، التعامل ما بين الجمهور وبعضه، وبالتالي نحسن او يحسنوا من اداء الخدمه بشكل ساينتفك. ممكن يبقى فويس زي ما بنقول نسجل الصوت، وحتى في ادوات سوفت وير اللي هي تكنيكس او تولز تساعدك في ده، او سوفت وير مباشره لما تبقى في ويب سايت وبتتفرج على المكونات وقاعد تقرا جريده وقاعد تقرا محتوى نصي وقاعد تتعلم. نحط بقى سوفت وير صغير بيسموه كوكي، كوكيز على لفظ اللي هي الكوكيز اللي كنا بناكلها. لا، كوكي هنا مقصود بيها سوفت وير صغير بيتحط يراقب ويتابع ادائك حوالين ده. طب ده مش قانوني، تطلع قوانين تنظم ده. طب ده مش ايثيكال، خلاص ايثكس حسب المنطقه اللي انت فيها نعلن لك احنا بنستعمل الداتا دي ومسموح لنا قانونا وبنستعملها في ايه، توافق ولا لا، فتقبل او ترفض. وبالتالي السوفت وير او الفويس او الكاميرا هي تكنيكس تو كولكت يوزنج ا ميثود اوف اوبزرفيشن فور ان اوبتراسيف سورس برايمري تايب كوانتيتيف كايند داتا كولكشن. شوفوا انا مشيت ازاي اهو، تكنيك سوفت وير فويس كاميرا تكنيك فور اوبزرفيشن ميثود ات ان اوبتراسيف سورس primary data quantitative kind data collection. وبالتالي بقيت محتاج تحدد لنا وتقول لنا كويس قوي انا هستخدم ده ولا لا. مثال على ده ايه؟ مثال على ده فعلا، انا لو قعدت مع الريسبوندنت بتاعي مش هيفتكر قوي الحقيقه هو شرب كام كوبايه قهوه النهارده، ممكن يقول 2 لو قعدت معاه، ممكن يقول 3 ويطلع انه شرب 5. طب عرفت منين انه شرب 5؟ الحقيقه التراش كان او الجاربج كان اللي جنبه، صفيحة القمامة دي أو سلة المهملات، موجود فيها 5 كوبايات. طب ما يمكن ناس زاروه. لا، ما أنا مراقب بالكاميرا المكتب بتاعه، ليجل إيثيكال، واخد احتياطاتي وإجراءاتي. طيب لما نراقبها، طب ليه قال لنا كده؟ ناسي، ما
وبيشرب بيحتسي القهوة الشاي بشكل سريع وهو سخن، فممكن يخلص اليوم تسأله شربت قد إيه يقول مرة أو مرتين، هو شرب 5 مرات، والعكس صحيح، ممكن لو سألته يقول 5 مرات وهو جنبه الكوباية أو المج أو الكاب أوف كافي أو غيره شرب كوباية واحدة بس، إنما بيشربها ببطء شديد. طب بتبرد برضه، بيستمتع بالمذاق وهو بارد. طب هو كده إيه المشكلة هنا؟ إن إحنا كبني آدمين ممكن ننسى، ممكن نلخبط من غير ما نقصد، دي هتبقى بتؤثر على الديتا كولكشن في الساينتفك ريسيرش، فعايزين نتحقق منها، فنقول ساعتها لا، الطريقة الأنسب هي إن إحنا نستخدم زي ما إحنا مشينا تكنيك ميثود سورس برايمري تايب كوانتيتيف كايند. هوقف برضو الجزء ده عشان تبقوا بتشوفوا الحلقات دي بترتيب مناسب، وهنتقل للحلقة التالية هتبقى بتتكلم عن الجزء الخاص بالهيومن. شكرا جزيلا لحضراتكم.